طبعا باعتبار ان السنتر ده بيعتبر كانه منشاه مضاربه من بدون ترخيص، فاحنا بنطبق عليه القانون الخاص بهذا النوع من الاجراءات. فالعقوبه بتاعه هذه المخالفه بتتراوح من 10,000 ل 20,000 جنيه، 20,000 جنيه بالاضافه الى السجن حتى 6 شهور، اعتقد حتى 6 شهور في سجن، في سجن، وبيتعمل له زي محضر فض اختام. يعني هو لو حضرتك دلوقتي احنا نزلنا مع بعض عملا وبعد ما غلقنا السنتر، لو هو فتح بيتعمل له حاجه اسمها فض اختام. فض الاختام ده بتخطر بيه النيابه المختصه وبتنزل بيبقى عليه قضيه، فيوم بيفاجئ بانه عليه حكم بالحبس، حكم بالحبس بالاضافه الى الغرامه. طبعا الغرامه 20,000 جنيه برضه مع سنتر مش يعني ممكن يجيب ال 20,000، مش مؤثره، لكن هو القانون رسم هذا الاجراء، القانون رسم هذا الاجراء. احنا ممكن نلجا في اجراء ثاني وهو قطع المرافق عن هذه المنشاه، وهو رفع العدادات الموجوده وان شاء الله ننفذها دلوقتي مع السناتر اللي هننزل عليها، برضه حد من الكهرباء احمد بيبقى موجود معانا. هنرفع قدام حضراتكم لو في عدادات كهرباء هنرفعها ونخطف الكهرباء بهذا الاجراء بحيث ان هو هيبقى زائد كهرباء.